بتسديدة قوية أخطأها الحارس كوزوتشاك في الدقيقة 10 من اللقاء، 1-0. شوط المباراة الأول هنا في بوردو في إطار الجولة الأولى ضمن المجموعة الثانية. الأخضر حتى خروج شوف خروج الحارس، شوف هنا يراوغ خروج الحارس، ربما أغلق المساحة أكثر على الجهة اليمنى، فهو أعتقد أن الجهة اليسرى، لكن سدد لاعبي الأطراف هم اللي في بناء الهجمة والتنشيط الهجومي. شوف لاعبين دائما عندهم نزعة هجومية، يدافعوا بخمسة ولكن يدافعون أكثر من، لا نتكلم عن النزعة الهجومية. نعم تايلر الهجوم في بناء الهجمة. اليوم المنتخب ويلز يلعب بدون رأس حربة، يلعب بيل وويليامز، لكن هناك تحركات حتى رامسي اليوم شاهدوا مرة يكون دائما هو كرأس حربة، عندما يعود مرات بيل إلى ملعب تناوب. نعم. يعني ما تحسش أن هناك رأس حربة، وهذا ربما هو اللي لأنه لم ينهار بعد الهدف وإضاعته. أنا أظن أنه يلعب اللاعب هوروسوفسكي كلاعب هو أمام قلبي الدفاع، وكوكا وهمسك لاعبين أمامه. أنا أظن على مستوى الاستحواذ وعلى مستوى الانتشار وعلى مستوى الفنيات أنه لاعب، بالرغم أنه مش شخص آخر، ويلز عنده إمكانياته على وسط الميدان، لكن سلوفاكيا خطير، واللاعب ويس على الجهة اليسرى كذلك لاعب الغرفة لاعب خطير، عنده إمكانية فنية لذلك في الواحد ضد واحد، عنده إمكانية فنية كذلك. لو يركز فريق سلوفاكيا نظن التركيز يكون على قادر، لأن لا. الثلاثي الخلفي بالنسبة للفريق ويلز يقوم بأخطاء كبيرة على مستوى التمركز. الهدف فرصة همسيك دليل على الثلاثي بتمويه وحيد قضى على ثلاثة لاعبين. وهذا دليل أنه هنالك مشاكل دفاعية بالفعل. إذا نشعر وكأن منتخب سلوفاكيا قريب جدا من تعديل النتيجة في أي لحظة ممكن، لأنه يضيعون الكرة بسهولة أيضا. صحيح، هذا الواضح أن منتخب سلوفاكيا بإمكانه يسجل في أي دقيقة، لا يوجد صعوبة في عملية وصول مرمى فريق أو منتخب ويلز، لكن عملية التنفيذ، عملية النهاية، عملية إنهاء الهجمة لم تكن موفقة. يمكن البداية كانت رائعة جدا بالنسبة للمنتخب. صحيح. في عملية تطبيق الضغط العالي، الضغط العالي في ملعب ويلز، استفادة من عملية الخبرة لبعض اللاعبين اللي أعطت نوعا أفضلية في بداية المباراة، خصوصا هامسك في عملية طريقة الافتكاك، طريقة أيضا الفرصة اللي أضاع وسط الملعب الفريق. شوف هنا كيف راوغ اللاعبين، الكرة كانت ضاعت من جاريث بيل بسهولة. صحيح، ضغط على جاريث بيل. تخيل لو سجل منتخب يكون مباراة أخرى، لو سجل سلوفاكيا تكون مباراة أخرى، لكن هذه كرة القدم، عندما تسجل عليك وتصبح ظروف أخرى للمباراة. الآن أصبح مطالب على منتخب سلوفاكيا بالضغط أكثر، لأنه شفناه قادر لأنه يصل إلى المرمى أكثر شيء. المشكل الآن هو في يعني الأطراف، مارك ويس عليهم أن يشتغلوا بشكل أكثر، تقدم كذلك اللاعبين سيفينتو وكذلك بيكارتيك، لاعبين الأطراف عليهم أن يساندوا أكثر. نعم. لأن دائما تكون هناك عدد يعني زيادة عددية في الناحية الهجومية. أو بالنسبة يمكن إضافة على مخالو شيبو، بالنسبة للويلز أنا أظن إخهام هجوم وتغيير من دور لابد على منتخب الويلز أن يكون يستفيد منه أكثر. أكيد يستفيد منه أكثر. الشوط الثاني أكيد سلوفاكيا سيريد تعديل النتيجة، سيترك مساحات، بيل سريع، بيل عنده التمريرة الأخيرة، تسديد وضعه كهو مهاجم أول واستلام الكرة بالظهر إلى مرمى الخصم، فهذا يقلل من قوة هذا اللاعب. أنا أظن تغيير خروج ويليامز ودخول مهاجم ويعود بيل إلى وسط ميدان مع رمزي، أظن سيكون المنتخب الويس أفضل وأقوى وقادر أن يسجل الهدف الثاني يمكن، ومعناها يقتل المباراة أو يفكر طبعا في هذه النقطة أن يقتل المباراة، يسجل هدف ثاني، لأن بهذه الطريقة